اروح نشوف دلوقتي نتائج بطوله جمهوريه 2001، وهنبتدي الاهلي وسموحه 1-0 فوز النادي الاهلي. اف سي مصر على نادي الزمالك، ودي كانت مفاجاه اول مباراه في بطوله الجمهوريه 2001 وفوز اف سي مصر 1-0. المقاولين العرب وفوز على نادي المصري 1-0، والانتاج الحربي ايضا فاز على نادي الجونه 1-0. بيراميدز على مصر المقصه 2-1، فوز نادي الاتحاد السكندري 2-1 على طنطا، تعادل الايجابي ما بين حرس الحدود ووادي دجله 1-1، وايضا التعادل الايجابي ما بين طلائع الجيش والاسماعيلي 2-2.